الله فكرة بدائية منقرضة لحفظ جماعة لا مجتمع، ولا تخلق بالتالي أي حديث بل تحاربه. ماذا أعني بهذا القول؟ وما معنى أن يكون الله فكرة بدائية انقرضت ولم يعد لها أي مكان، وأنها وجدت فقط لأن تحفظ وحدة واجتماع جماعة على قلب واحد، وبالتالي هي لا تصلح لأن تصنع مجتمع نقول عنه حديثا. وهذا الأمر سأوضحه، وهو سيكون ضمن رد لي على أحد الأصدقاء الذي كتب تعليقا وقال أن كلامك لا يريح بل يشتت. فهذه الحلقة ستكون مخصصة للرد على هذا التعليق، وأيضا لتوضيح الفيديو الذي وصفت فيه الله بأنه فكرة بدائية، وهذا الكلام لا يعتبر شيئا سيئا. أعني بالبدائية لا أعني الشيء السيء، إنما أعني أنها لها علاقة بمفهوم البدء والمعاد. فكونوا معي. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. في البداية سأكشف لكم الفيديو، أو أعرض لكم الفيديو الذي حصلت فيه على هذا التعليق، فنستمع له معا. دائما نسوي مادة حافظة تحفظ هاي الجماعة وقيمها وتقاليدها فيما نسميه دين. هذه المادة الحافظة نسميها الله، سميها المقدس، سميها الحرام الحلال، هاي كلها تحفظ كل هذا النظام حتى لا يصير بتغيير، لأنه لا يعقل أنه يوميا احنا نغير. لابد أن نخلق ثبات أو نسوي نزعة تثبيتية لا تقبل التغيير. وتلاحظون أنه عبارات الدين دائما هذه من ثوابت الدين، هذا الله خالد، الله قوي، مطلق القوة، مطلق القدرة. دائما تلقى أشياء مطلقة في أي نظام ديني. مطلقة هذا كلام صحيح، لا يقبل الخطأ، صالح لكل زمان ومكان. هذه العبارات كلها حتى تسوي هذا الغلاف اللي يحفظ على. نحتاج دائما أن نسوي مادة حافظة تحفظ هاي الجماعة وقيمها وتقاليدها فيما نسميه دين. وبعد نشر هذا الفيديو السريع بدقائق حصلت على تعليقين، وهما تعليق للصديق روبرت السلام، قال وضح أكثر يا أستاذنا رجاء. فوضع لتوضيح المسألة سأقول للصديق أن ما أقصده بكلمة أو فكرة الله أن هذه الفكرة هي فكرة قديمة ابتكرها البشر سابقا، وكانت فكرة ناجحة وأثبت، واستطاعت الجماعات البشرية أن تحفظ نفسها بطريقة أو بأخرى، وهنالك جماعات أخرى ابتكرت أفكار أخرى أو وسيلة للتواصل فيما بينها، و يعني توطيد أواصر الصلة فيما بين أفرادها بطريقة أو بأخرى. الطرق التي نجحت هي الطرق التي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا. الطرق التي فشلت هي الطرق التي تركتها لنا آثار الأمم والشعوب الغابرة، والشعوب التي انقرضت وتم القضاء عليها. التي نجحت في عبور هذه مئات وآلاف السنين هي التي استطاعت أن تبتكر أفكارا عظيمة مثل فكرة الله. فكرة الله ووجود خالق، ووجود كائن علوي، كائن غيبي، أو كائن حارس، كائن حامي، هذه الفكرة استطاعت النجاح. لكن علينا أن نعرف ما هي مواصفات هذه الفكرة. هنا القضية التي يجب أن ندقق فيها جيدا، وهنا أوضح لماذا أقول أن الله هو فكرة بدائية. فكرة بدائية بأنه هي الإنسان في بدأ وجوده أو نشاطه، أو يعني بدأ إحساسه بحاجته إلى أن يولد داخل الجماعة وأن يحفظ هذه الجماعة، ابتكر فكرة واحدة من الأفكار العظيمة كما قلت، فكرة الله. فكرة الله بالتالي هي فكرة بدائية
بداية ظهور الإنسان، بداية ظهور الجماعة البشرية، وأيضا هذه الفكرة تطورت مع ظهور المدن وبداية التاريخ واختراع الكتابة. هذا الأمر حتم وجود إله يعبده الجميع، وحتم وجود جماعة تؤمن بهذا الإله وشريعة هذا الإله وقوانينه، وهذا الإله هو الرمز الكلي الذي يؤمن به الجميع، مثل ما الجميع يؤمن بأن هنالك فكرة المال مثلا، المال لا وجود له، كذلك الله لا وجود له، سواء وجد يعني كيف يعني فعلا او لا، او المهم لا وجود له، يعني بالمحصلة سواء قلت هو موجود او غير موجود يعني بالذهن او بالتحليل المنطقي، هذا موضوع خارج النقاش. الذي نعرفه جيدا ان الله لا وجود له، عندما تبحث عين الله تقول ان فلان موجود تذهب ولتراه مثلا، او ياتي وتراه ويراك وتعرف به، او تعرف انه هنالك اناس شاهدوا، فهو ليس موجود انما موجود في الذهن، مثل ما فكره المال، المال اين، هل هنالك شيء اسمه مال؟ لا وجود للمال، لكن الناس تؤمن بان المال موجود، موجود، وبالعكس هنالك من يتعبد المال ويجعل المال الهه الاكبر، ولكنه عندما تساله اين المال؟ لا، انما خذ اي قطعه نقود واعطيها لاي كائن اخر، يعني حتى انسان في مثلا في غابات الامازون مثلا، هو ما يعرف شنو المال، ولا يقول هاي الورقه ماذا افعل بها، ولا يعرف انه ممكن ان يشتري بها ما يشاء. الفكره انه هذا الاله نجح في تكوين الجماعه. عندما ناتي بهذا ونحاول ان نفرض حضوره وقوانينه وشريعته، ونقول هذا الاله صالح لهذا الزمان، هذا هنا تحدث المشكله الخطيره. نحن نتورط بين امرين، اولا احنا نعتقد بان كل زمن هو نفس الزمن، وهذا له علاقه بنفسيه الانسان وحاجته، لان لا يغير الكثير، لانه يعرف انه اي تغييرات كبيره ستكون نتائجها خطيره وغير محسوبه وغير مضمونه العواقب، فبالتالي هو يفضل ان ياتي بالافكار القديمه ويطبقها على الاوضاع الجديده. الوضع الجديد الان وضع مختلف تماما، احنا لم نكن لنا اراده فيه، انما العالم المحيط بنا تغير، وهذا العالم المحيط بدا يدخل في بيوتنا، بدا يسيطر على كل تفاصيل حياتنا، بل هو نحن الان عندما اتحدث معكم اتحدث بالوسائل اللي ابتكرها هذا العالم الجديد الذي لم يتم ابتكاره او صناعته على فكره الله، بل انه تمت صناعته وتم وانجز كل ما انجز بعد ان تخلص من فكره الاله، او فارقها او جعلها امرا ثانويا لا يحكم حياته ولا كل شيء في هذه الحياة، وفي كل ما يفعله هو خارج إطار الإلهي أو خارج إطار الديني، أو بمعنى آخر خارج إطار فكرة الجماعة. الله هي بالنتيجة هي فكرة الجماعة، وحتى علماء الاجتماع خاصة دوركايم يقول إن الإنسان لا يولد كفرد، إنما يولد داخل جماعة، والبداية تبدأ من الجماعة ولا تبدأ من الفرد، وهذا بحث آخر راح أخصص حلقة لنظرية دوركايم في الإله والدين، وهي نظرية مهمة جدا عليه. فأن الله موجود كفكرة لأجل ماذا؟ ما هي وظيفة الله؟ وظيفته أن يحفظ الجماعة. ماذا؟ كيف يحفظ الجماعة؟ هنا السؤال المهم، كيف يحفظ هذا الإله الجماعة؟ أن عندما جماعة تؤمن بهذا الإله يتم هذا الإيمان، يعني أنه هو سيكون حاملها، وهذا سيحتم على الجميع أن يعبروا عن هذا الإيمان. لا يوجد إيمان بدون عمل، لا بد من كل إيمان من عمل يعبر عنه، لأن الإيمان هو فكرة في الذهن أو إحساس ما أو شعور ما أو إدراك ما بقضية، بأهمية قضية معينة والثقة فيها، ثقة في مصداقيتها. هذه الثقة في مصداقيتها أساسية جداً، ولا يمكن للحياة أن تستمر بدون وجود ثقة في أمر ما. الطفل عندما ينشأ ويولد لابد أن يؤمن بوالديه، فهو نفس الإيمان بالإله، بعد ذلك الوالدين الكبيرين يؤمنون بالإله، أي إله الجماعة، يؤمنون بأنهم ضمن جماعة، وهي الجماعة هي الكفيلة بحمايتهم، وهي التي تتحكم وترعاهم في كل الحال عندما يداهمهم أي خطر.
يعني ممكن يتم استغلالهم، لكن هاي عملية مقايضة، أنه أنت أنا أكون ضمن الجماعة لكن أقدم خدمات للجماعة أو لقادة الجماعة، والقادة الجماعة يبادلوني هذا بحمايتي وتوفير كل سبل الحر، كل سبل كفيلة بأن تحفظ كرامتي وتحفظ حياتي على أقل تقدير. هنا السؤال، كيف تنفذ الجماعة هذا الأمر، وكيف هذا الإله ينفذ هذا المشروع الذي يوحد الجماعة؟ هذا الإله بالتالي عليه أن يكون حريصا على جماعته. مواصفات هذا الإله التي طبعا تحددها الظروف والأحداث، وأيضا يحددها رجال الدين، وأيضا رجال الدين الذين رحلوا سابقا عبر زمن ماضي، ورجال الدين الذين ورثوا فكرهم وتراثهم وقيمهم وعاداتهم وأحكامهم الأخلاقية والقيمية، وحتى أساطيرهم وقصصهم حول الوجود والإنسان والحياة عموما. هذه كلها تصير محصلة أو إرث ثقافي، إرث معرفي، إرث يخلف داخل كل إنسان داخل هاي الجماعة أثر ينتج بالنهاية صورة للعالم مختلفة عن الصورة التي تنطبع بذهن أي جماعة أخرى. فهذا بحد ذاته راح يشكل بعد ذلك إله يوفر حاجات الجماعة. صحيح ربما بعض الحاجات تتعارض مع بعض الأفراد، وهذا شيء طبيعي لأنه لابد من وجود خسائر في هذا الأمر. فهذا الإله يعبر عن هاي الجماعة، هاي الجماعة كيف تعبر عن نفسها؟ لابد أن يكون هناك جانب شرير في هذه الجماعة. بالتالي هذا الإله لا يمكن أن يكون إله طيب، وإلا تفتت أمر الجماعة. عندما نجي نرى جميع الأديان، لا تجد إله طيب، تجد إله الخير، لا تجد إله الطيبة مثلا. هذا كلام يعني إنساء، فأنا ما أدري، ربما أنا غلطان، واحد ينبهني إذا كان هنالك إله طيب تؤمن به الجماعة، إله يعني إله رئيسي مش إله صغير، يعني إله رئيسي تؤمن به أي جماعة أو قبيلة أو شعب من الشعوب عبر التاريخ. فالإله ممكن يكون خير، والخير هنا يصبح له معنى. الخير هو ما يصيب الجماعة، والشر هو ما يصيب الجماعة. بالتالي هو إله الخير في ما يخص الجماعة، لكنه إله الشر في ما يصيب كل ما منهم خارج الجماعة. الفكرة الإسلامية ماذا تقول؟ الفكرة الإسلامية خلقت جماعتها منذ البداية، قالت كل العالم هو لا يخص، لدينا إله جديد. لم يبدأوا من الجماعة لكي يصنعوا الإله بعد ذلك منه، لا، بدأوا من الإله وصنعوا من خلال الجماعة. هذا اللي المشكلة داخل مجتمعاتنا الآن، لأنه إحنا لا نبدأ من الأرض، من الواقع، من التجربة التاريخية، من التجربة الإنسانية، من الظرف التاريخي، ولكي نصنع النظام أو الإله الخاص بهذه الجماعة. الإله الإسلامي والإله أيضا اليهودي أيضا هو إله مفروض من الأعلى، أو فكرة بزغت في رأس حكيم أو نبي أو قائد مهم في داخل الجماعة. داخل الجماعة هذا، ولهذا السبب شوف دائما عندما يظهر هذا القائد ولديه فكرة إلهية جديدة، معناه هو لديه قائد، معناه لديه مشروع سياسي، هو مشروع سياسي، مشروع إنساني، مشروع معرفي، مشروع فكري. فالمشروع اللي في ذهن الرسول مثلا محمد كان هو مشروع ان هنالك اله واحد احد، وكل الاله الاخرين لا قيمه لهم. هذا الاله الواحد ويجب ان يطيعه الجميع. اعترضوا عليه كثيرين، وظل 13 سنه ما اجتمع معه الا بضع عشرات. لكن بعد فتره نجحت الفكره، وبسبب انه لجأ الى العنف وقال انه يجب ان ينضوي الجميع تحت رايه هذا الاله وينتهي الامر. الناس لجأوا للأمر تحت تهديد السلاح، وهي مسألة معروفة ليست مسألة سرية، لكن هذا اللي حصل. فبالتالي هو أصبح الإله هو الحاكم الأكبر، هو الذي يخلق الجماعة،
وليس الجماعه هي التي تخلق الاله. الجماعه طبعا عندما تخلق الاله يكون الاله اكثر حقيقيه واكثر مصداقيه، وبينما العكس هو يسبب الاشكالات او يسبب اشكالات اكبر من الاشكالات التي تحدث اذا كان الاله يكون افراد من افرازات الجماعه وتجاربها الحياتيه عبر التاريخ او عبر تاريخها الخاص وجغرافيا الخاصه التي هي نشات فيها. بالتالي الاله الديني، الاله الجماعه، هو اله بدائي بطريقه او باخرى، لكن بدائي بطريقه شويه اكثر تقدما، لانها لم تاتي من الاله التوحيد، يقصد لم تاتي من عن طريق الجماعه وحاجاتها الاساسيه مباشره، انما اتت بعد رؤيه راها احد الانبياء او احد المصلحين وقال بان الطريق الذي نسير فيه خاطئ، وان هذا الالهه التي نعبدها والتي خرجت بشكل طبيعي من رحم تجارب هذه الشعوب وحاجاتها، هذا الاله فيه مشاكل كثيره. وبالطبع دائما لا يوجد نظام اجتماعي او اي قانون او اي وصفه لادامه الصله بين الافراد و يعني ترصين وحدتها، لا توجد وصفه جاهزه، ودائما هنالك اشكالات. وحتى لو كانت هنالك وصفه جاهزه او قانون جاهز او نظام علاقات ناجح، فهذا النظام لن يصمد طويلا بحكم انه العالم متغير والانسان متغير وكل شيء متغير، حتى الانسان يعني لا يوجد شيء ثابت، فبالتالي حاجات الانسان لا يمكن ان تلبيتها بالكامل ولا حاجات الجماعه. هنا تحدث الاشكال، ياتي المفكر كما قلت ويقول ان هذا الاله هو يجب ان تتبعه جميعا، هنا تحدث اشكالات مضاعفه، انه انت تستقطب عقل الجماعه وفقا للمخطط الذي وضعته في ذهنك ووفقا لحاجاتك الخاصه. هنا انت يحدث يعني الشخصي والمعرفي داخل ذهن القائد الجماعه. ومثلا النبي موسى قال لدي الواح شريعه، ووضع هذه الالواح وقال هذه هي شريعتي وعلى الجميع الالتزام بها. نزل من الجبل وجد الاخرين يعبدون العجل، وقرر قال لا احد الان، صار عصبي وكسر الالواح التي سلمها له الله في قمه الجبل، ولين كان عصبي وقال الان انتوا يعني تركتكم 40 يوم ما صبرتوا عبدتوا العجل. هو بمعنى المعاني عبدوا يعني ما ليست عباده عجليه، بمعنى المعاني انهم خضعوا لشريعه اخرى او لقانون اخر يدير شأن الجماعة، لأنه لا يمكن أن ينتظرون الشريعة تأخرت 40 يوم، كيف يمارسون الحياة فيما بينهم؟ كيف يعيشونها معا؟ يعني الإنسان لا يمكن أن يعيش مع 10 أشخاص بدون وجود نظام للعلاقات. فهو قال لك هذا نظام العلاقات هو احنا، هذا مسؤولنا، يعني المدير العام أو نبينا أو قائدنا تركنا، فاحنا كنا نطيعه وكنا نستمع لامره، لكنه تركنا وذهب الى الجبل وقال انتظروني ساعود بعد ان اتيكم بشريعه جديده. ووثقنا به ولكنه تاخر، والان 40 يوما نحن لم نستطع، يعني لابد ان تكون هنالك صيغه من الصيغ التي ندين بها العلاقات فيما بيننا، فبالتالي نحن نعبد الاله الموجود. كان الاله موجود هو بعل، فعبدوا العجل والبقرة، ما أتذكر بالضبط، أعتقد العجل هو بعل نفسه، الإله بعل. فهو معنى المعاني هذا بعل عجل عبدوه، معنى أنهم اتبعوا شريعة بعل، وهي شريعة زراعية، لأنه بعل هو إله زراعي، بينما الإله يهوى هو إله رعوي بدوي، إله عنيف لا علاقة له بالزراعة، بل يعني هاي موضوع أنثروبولوجي يحتاج لبحث عميق. الخلاصة أقول توضيح الموضوع أن الله فكرة بدائية مقرضة، هي فكرة بدائية انقرضت لأنها كانت تريد صناعة جماعة، الجماعة الآن لم يعد بالإمكان صناعتها مهما حاولنا، لا يمكن أن توجد جماعة بعد الآن، لا، هذه المسألة انتهت، هنالك مجتمعات، فكرة وجود جماعة مستحيلة وانتهى، وهي حتى في زمنها كانت مستحيلة، لأنه لا يمكن أن تجعل الناس جميعا
ينضون تحت جماعة واحدة، وهذا حلم مستحيل وطوباوي وغير واقعي. يعني حتى الجماعة نفسها عندما تريد أن توحدها تحت فكرة إلهية هذا مستحيل، بدليل أنه تجد مثلا كثير من الحركات الدينية نجحت في أن تفرض الشريعة الإسلامية على مجتمعها الكامل، واستقطبت الناس ومنعت الآخرين من عبادة إله آخر غير الإله الإسلامي، لكن بعد ذلك تفرقوا فيما بينهم وتشتتوا، وكل واحد يرى الإله بمنظوره الخاص. وهذا بالنتيجة أن فكرة التوحيد هي فكرة جميلة، يعني تروق لذهن الواحد وتدغدغ مشاعره، ولأنه لماذا تدغدغ مشاعره؟ لأنه يعتقد بأن المشاكل ستنحل بعد ذلك مباشرة، نتخلص من الخلافات ونتوحد تحت كلمة واحدة، لكن هذا لا يمكن، لا يمكن أن يتحقق. هي فكرة جميلة عبر التاريخ موجودة، فكرة جميلة ومغرية، لكن لا يمكن تحقيقها. يعني أنت هسه في بيت واحد، يقول لك إحنا 5 أفراد، أب وأم وأخوان وأخوات، لا يمكن، وزوجة، لا يمكن أن يقول لك أوكي إحنا نتبع كلام واحد فقط، هذا واحد هو الشريعة، شريعة الأب مثلا هو الآمر الناحي. لكن هذه العملية مستحيل تتحقق، مستحيل، يعني كل احنا نتوحد على رأي واحد وش يقول احنا نتحقق، هاي لا يمكن. يعني بس هي جميلة، لأن يقول لك احنا نحسم الخلافات، دائما نعيش في وئام وسلام وصفاء ومتفاهمين ومتحابين في الله ومؤمنين بحكمة القائد اللي هو الأب أو الرب. الرب هو من فكرة الإله، يعني الرب أو الإله أو الرب هو من التربية، كلمة تربية مشتقة من الرب أيضا، فهي رب الأسرة، يعني هو الذي يربي الأسرة، فهذا الرب أيضا لا يمكن الاعتماد عليه كليا، لأنه طبيعة الإنسان أنه يبقى فيه جانب الفردي، وهذا الجانب الفردي له علاقة بجذوره الفيزيولوجية وحاجاته الخاصة، ولا يمكن أن تتشابه حاجاتك الخاصة مع حاجاتك الخاصة، وحتى لو تشابهت فممكن أن تتعارض. يعني أنا أريد أكل مثلا وأنت تريد تأكل، حاجاتنا متشابهة لكن كمية الغذاء قليلة مثلا، أو الكمية أكو نوع من الغذاء أنا ما في نوع من الغذاء أنا لا أرغب به، وهكذا. فمستحيل فكرة التوحيد مستحيلة، فبالتالي فكرة فرض إله واحد على الجميع هي فكرة لا يمكن حدوثها، وهي فكرة بدائية جميلة. لماذا فكرة بدائية؟ لأنها بداية تفتح الوعي البشري، وبداية تجربة الأفكار، ممارسة يعني استخدام العقل البشري بطريقة فيها نوع من التنظيم. فأول فكرة تخطر في البال أنه أنا أشوف أنه أول شيء ترى هناك عشرات الآلهة، عشرات القوانين، عشرات وخلافات لا ولها والآخر، وهذا الإله جماعة يخطب إله جماعة أخرى، وهكذا المسألة تنتهي. فالفكرة البسيطة الجاهزة أنه الكل يتوحد، وهنالك أشخاص حالمين بتحقيق هذا الحلم، من بينهم موسى مثلا، وبعد ذلك أتى المسيح، وبعد ذلك أتى محمد، وقبلهم ماني، وأيضا بوذا، وأسماء كبيرة، وخاصة طلعت هاي الأسماء بالقرون، بدت يعني بالقرن 5 قبل الميلاد، وهؤلاء بدينا نعرف أسماء أصحاب المشاريع الكبرى مباشرة. قبل كانت الأديان هناك كهنة، لكن أسماءهم لم تكن مهمة، أو معرفة أسماءهم لم تكن مهمة، لأنهم يظهرون من رحم حاجة الجماعة. الآن أصبح بعد القرن 5 قبل الميلاد ظهر زرادشت، وبعد زمنه أيضا ظهر فيثاغورس، وظهر بوذا، وأيضا كونفوشيوس ولاوتسي، أيضا هؤلاء أسماء كبار. هؤلاء بدأت يعني في القرن 5 قبل الميلاد، قرن عجيب، يعني ظهرت بهاي الأسماء الكبيرة في جميع مناطق العالم، وهؤلاء بدأوا يطرحون الأفكار لوحدة الجماعة. كل واحد طرح فكرته، وهي تناسلت وتواصلت، وظهر على أثرها ماني، وظهر على أثرها زراد محمد، وظهر أيضا المسيح وأسماء كثيرة أخرى. لكن هاي الفكرة هي كانت بداية تفتح الوعي البشري، وتلاقحت مع بداية تفتح الفكرة الفلسفية، فكرة العقل لدى
اليونان، وهذه انتجت لنا ما نسميه المسيحيه والاسلام. لكن بالمحصله النهائيه ماذا يريد ان يفعل الاسلام؟ ماذا يريد تريد ان تفعل المسيحيه؟ تريد ان تقول هنالك اله واحد يجب ان ينضوي تحته الجميع، وكل واحد لا ينتمي لهذا الاله هو في الجحيم او في خسر بالتعبير القراني. والناس امنت بهذا الشيء، لماذا؟ لانهم يريدون ان يتوحدون، لانه ايضا موجوده الفكره الطفوليه موجوده عند الانسان، الفكره البدائيه ما زالت موجوده. لهذا السبب فكره الاله ما زالت موجوده. لان فكره سهله لكنها مستحيله. هي هنا القضيه. يعني هي مو انا يقول لك انت تجدد بحق الله، لا، هي الفكره سواء ما له علاقه انه انا لا اتحدث عن انه الله موجود او غير موجود، هذا موضوع لا يهمني الان. سواء موجود او موجود انا ما لي علاقه بهذا الموضوع، هذا موضوع يعني له علاقه بالنقاشات اللاهوتيه الفارغه التي لا قيمه لها. لكن انا علي علاقه بالحاله على الارض الواقع. الكلام والنثر هذا والخلافات والحجاج والحجاج بين الاسماء لا يهمني لا من قريب ولا من بعيد. ولسنا لا اخدع لا اجعل احد يخدعني ويدخلني في هذه المعمعه التي أو المتاهة التي لا قيمة لها ولا نهاية لها، بل تشتت الذهن وتجعلنا لا نفهم ما يجري حقا. هذا الإله حتى أوضح بعد الفاصل أوضح أن ما هي مواصفات هذا الإله، يعني لماذا هو إله جماعة لا يصلح لأن يكون إله مجتمع ومجتمعات حديثة، ولماذا هو إله شرير بالضرورة. وأيضا سأتناول موضوع فكرة شخص صديق عن فكرة التشتت. في حلقة بعنوان أن الدين أن العنف مصدر الدين، هو قلت فيها بأن الإله يجب أن يكون فيه جانبا شريرا. لماذا؟ لأنه الإنسان بطبيعته هو كائن شرير ويحتاج إلى أن ممارسة الشر. بدون ممارسة الشر أو ممارسة فعل عنيف، يعني حتى لا نكون أدق بالعبارة، ممارسة فعل عنيف لا يستطيع البقاء حيا. يجب أن يمارس ما ينتهك حدود الآخرين أو يستولي على أي شيء آخر خارجه، والا لن يستطيع مواصله الحياه. يعني مثلا احنا ننتهك كينونه او وجود كائن مثل دجاجه او بقره او حيوان نصطاده او ماده غذائيه نبات، فبالتالي يجب انتهاك وجود الكائنات الاخرى لكي نواصل الحياه. اي ان بمعنى اخر احنا نمارس العنف لحاجة أساسية وليس حاجة ثانوية. هذا أدى بالنتيجة إلى أننا نشكل جماعات لكي ننجح في ممارسة العنف بطريقة يعني أقوم وأكثر يعني أكثر مردودية. فعندما نتفق مع بعضنا على أن نتوحد ونواجه مخاطر التي تحاول الآخرين أيضا يعني سواء حيوانات او طبيعه تحاول ان تصطادنا ايضا، فالاسود تحاول ان تصطادنا، فبالتالي يجب ان ندافع عن انفسنا، وايضا نحاول ان نصطاد الاسود او نستخدمها في حاجاتنا الخاصه له. مثلا الملوك كانوا يطلعون ويصطادون الاسود لاثبات ماذا؟ لاثبات قدرتهم على اصطياد الكائنات المتوحشه المنافسه لهم في ماذا؟ في العنف، بمستوى العنف. فهو عندما يصطاد الأسد هو يصطاد الملوك، خاصة يطلعون في عربات وحفلات، ولحد الآن حفلات اصطياد الأرانب، حفلات اصطياد الكائنات. لماذا؟ لأنه يريد أن يثبت بأنه قادر على مواجهة عنف الآخرين، ولديه خاصة الآخرين الكائنات الأخرى التي تتصف بالتوحش قدرتها على ممارسة العنف إلى أبعد مدى ومهارة كبيرة. فالإنسان كان يغار، يعني جلس أو يلورس بالهولندي، من قدرة الكائنات الأخرى على أن تكون عنيفة وناجحة في هذا العنف. فالجماعة هي بالتالي
تكونت لكي تنجح في ممارسة العنف، لأن الإنسان بحد ذاته لوحده لا يستطيع أن ينجح في هذه العملية، فكان بالضرورة هنالك جماعة. وعندما توجد جماعة أنت تضطر لإيجاد رابطة أو وصلة تديم تواصل هذه الجماعة، أو نظام من العلاقات والرموز والإشارات والحاجات وال يعني الطواطم، أي شيء، نمط من الملابس، نمط من الأصوات، رموز وهكذا، شفرات خاصة، ومنعتها أنتج الإنسان اللغة، وهذه اللغة أدت بعد ذلك إلى إدامة التواصل بين الأفراد. هذا التواصل هو أصبح الغراء الذي يجمع وحدة الجماعة، والذي لا يش الذي مجرد أن يخرج أحد من هذا الغراء أو هذا المحيط المائي أو المحيط الذهني يشعر بالاختناق، وأنه لا يستطيع التنفس، وأنه يشعر بالغربة. وهذا نفس الإحساس اللي يصير عندما يخرج المؤمن من مجتمعه الخاص به الذي نشأ فيه ويعيش في بلاد أخرى. وهذا الحال أيضا المهاجرين اللاجئين إلى أوروبا مثلا ويشعر بالغربة. وحتى انا من الناس، يعني رغم انه انا يعني منفتح ولست متدينا، لكنني اشعر بالغربه. لماذا؟ لان المساله ليست مساله دين محدد، لا، مساله العيش ضمن اطار جماعه. هاي اطار الجماعه يقولون انه هؤلاء لديهم دين مشترك. فالدين هو بهذا المعنى اكبر من مفهوم الدين الذي يتحدث به رجال الدين عموما، وحتى النص المقدس نفسه. الدين أكبر مما يعني مفهوم الدين لدي أكبر من مفهوم الدين الضيق الذي يتحدث عنه رجال الدين، كبيرهم وصغيرهم، قديمهم وحديثهم. معنى معاني، وعبرت عن هذا في حلقة خاصة بعنوان أن المجتمع ظاهرة دينية وليس الدين ظاهرة اجتماعية. الآن ماذا أريد أن أصل إليه؟ أصل إليه بأن هذا الإله الذي خلق هذه الجماعة القديمة، سواء الإله الذي صدر من ذهن مصلح اسمه نبي، أو إله آمنت به الجماعة ونبع من حاجاتها ومن فعل ممارسات فعل تجاربها في داخل البيئة التي وجدت فيها، والظروف التي صنعتها، والقصص والحكايات التي راجت فيما بينهم، وأدت بالنتيجة إلى الإيمان بإله معين أو مجموعة من الآلهة، التي بمعنى آخر هي إيمان بمجموعة من النظم والتقاليد والعادات المشتركة فيما بينهم. فالإله هو بالتعبير آخر هو ما يمثل الجماعة البشرية في نطاق معين وظرف معين وزمان معين. هذا الإله بالنتيجة هو إله محدود، إله محلي. هذا الإله المحلي، الإله المحلي بتعبير أعتقد إيمانويل كان، فالإله المحلي لا يحتاج الإنسان المعاصر. المعاصر الآن مضطر إلى تنحية فكرة الإله جانبا، لأنه لا يعمل، لا يستطيع أن يعمل في وسط مجتمع حديث. المجتمع الحديث، سواء إحنا قلنا هذا شيء جيد أو سلبي، يعني المجتمع الحديث منحال، منحاط، لا أخلاقي، قل عنه ما تشاء، اشبع اتهامات. هاي طبعا هناك قنوات خاصة بس تتحدث عن هذا المجتمع تافه ومنحط ومنحل وفساد واستعمار واستغلال وبشاء. اوكي خلاص اشبع منه، بس هو موجود. فبالتالي هذا الإله هو فكرته يعني في نوع من النوستالجيا، يعني يريد يرجع إلى الزمن الذي كان فيه الإله هو يحكم الجماعة، والجماعة قاعدة في بيتها أو في محيطها الخاص أو منطقة معينة جغرافية، ومحاطة بأسوار، وهاي الأسوار أو حدود ممنوع أي واحد يخترب، أي واحد يخترب يقتل. هذا الجو اللي فيه نوع من الأمان البسيط هذا انتهى، لا يمكن وجوده. الآن أنت في بيتك حتى على سريرك لا تستطيع أن تشعر بالأمان، لأن الموبايل جنبك وأنت متصل بالعالم كله بكل لغاته، بكل أديانه، بكل معتقداته، بكل خزعبلاته، بكل انحلاله، فكل شيء مفتوح أمامك. ففكرة الحدود انتهت، فكرة وجود إله وحدود الله انتهت.
يعني الله ليس لا يمكن أن يتجد الآن أن تؤمن بإله الآن لديه حدود. الإله يقول لك قديما تلك حدود الله فلا تقربوها. كلمة الحد مهمة جدا، وهذا مفهوم ليس كلام عابر، يعني ليس كلمة، مفهوم الحد مفهوم ليمت، مش يعني حتى فلسفيا فيه إشكالات كثيرة وعميق جدا. لكن تلك حدود الله فلا تقربوها، فمعناتها الآن لا يمكن أن تطبق هذا الشيء. حدود الله لا يمكن، الإله الذي قديم إذا لا يعلم كيف لا نفهم. لماذا؟ لأنه أنت الإله الذي بالنسبة إليك يختلف عن إله حتى داخل الدين نفسه. الإسلام الشيعي يختلف، إله الشيعي يختلف عن إله السني، السني نفسه يختلف الإله السلفي عن إله الشافعي، والشافعي والصوفي وعشرة، وحتى الإله السلفي نفسه هم داخل 20 فرع. لماذا؟ لأنه ضغط تداخل المعتقدات والأفكار والانحلال العام الذي أصاب المجتمعات البشرية، هذا الانحلال الذي جعلها تختلط فيما بينها بطريقة غير مسيطر عليها. يعني لا تستطيع الآن أن كما يقول تحفظ بيتك، لا تستطيع، مستحيل. يعني حدود بيتك لا تستطيع المحافظة عليها لأنه مخترق أنت من جميع الجهات. فبالتالي هذا الإله لا يصلح لهذا الزمان، ليس موجودا أو مخلوقا بالعبارة الملحدين. هو ما خلق لكي يعيش في هذا الزمان، بل سيشعر بالغربة، وهذا السبب اللي يخلي دائما الدين أو المتدين يشعر بالغربة داخل هذا العالم. هذه الغربة حقيقية، لأنه لا يعرف ماذا يفعل، فيضطر إلى العنف، يضطر إلى الانزواء، يضطر إلى النفس العدواني تجاه الآخرين. وهذا اللي يوضح حتى يوصلني إلى التعليق الثاني. والتعليق الثاني يقول بأنه أنت هذا كلامك لا يروح. لكن قبل هذا أشير إلى مسألة علاقة الله بالشر وعلاقته بالغنائم. فما دام هنالك جمال، هذه مسألة مهمة جدا، ما دام هنالك جمال وهذا الإله يمثلها وأعراف هذا الإله وقوانينه وشريعته يجب أن يطبقها هؤلاء جميعا، بالتالي هذه الجماعة كيف يعني كيف تعيش؟ كيف تحصل على مواردها؟ هذا الإله القديم يقول لك إن هنالك جماعة، الجماعة موجودة لكي تدافع عن نفسها، وفي الوقت نفسه تحصل على مصادر قوتها، و يعني تديم أمرها من خلال الاستيلاء على ما لدى الآخرين. فالإله الجماعة الموجود أو الإله الدين الأديان ما زالت حية يعني لدينا، لكنها بالحقيقة هي منقرضة، لأنها لا توجد عليها أي علامات حياة. هي تقول لك إحنا نريد نرجع نفس يعني الدين الإسلامي الموجود هو دين ميت ودين منقرض، يعني لا يمكن أن نتحدث عن شيء آخر، لا يمكن أن نصفه بصفة أخرى. هو نفسه يرفض، يقول لك انا لا، انا دين ثابت لا اتغير. هو نفسه المسلم نفسه يرفض، يقول لك هذا دين ثابت وصحيح لا تناقش. فهو دين منقرض معناته، لكن منقرض حي، يقول لك هذا منقرض يجب ان يعود حيا، او يجب ان يعني نؤمن به ونعبده ونستعطفه لكي يعود حيا ونستعيده. يعني هذه الفكره السلفيه. على كل حال هذا الإله لابد أن يكون إلها عنيفا، لأنه كيف يديم أود الجماعة؟ يجب أن تكون هنالك غنائم غزوات، يجب أن لا يخرج أحد واحد من الجماعة ويتحدث أنه يجب أن نفكر ويجب أن نستخدم العقل ونفهم هذا العالم. أي عالم أنت تفهمه يعني؟ يعني أنت حتى ابن تيمية تعال أنت يريد نفهم هاي يعني حقائق الأشياء، قلنا لا، العلوم الشرعية كافية، احنا نريد ان نخلق جماعة موحدة. يجي واحد يقول خلينا نفكر ب يعني حقيقة وجود الله، وان الله موجود او غير موجود، ولا حبيبي هذا كلام يشتت امر الجماعة. فبالتالي الإله موجود القديم، والذي ما زال اتباعه يحاولون ان يعيدون مجده، هذا إله لا يصلح لهذا الزمان. وآسف يعني هذا القول، لأنه
إذا كانت هنالك أي فرصة أن يحيا هذا الإله في هذا الزمان ويمارس كل شريعته القديمة والتي هي تقوم على غزو الآخرين يعني أو الاستيلاء على مستحقاتهم وأموالهم باسم أنه هؤلاء كفرة وهؤلاء لا يؤمنون بإلهنا، معنى أنه إحنا مؤمنين بإله معنا أو إحنا مؤمنين بجماعتنا، وهذه الجماعة يجب أن ينضوي تحت أمرها الجميع، وهذا الإله يجب أن، هو نفس الفكرة أنه الجميع ينضوون تحت أمر هذا الإله، معناته ينضوون تحت أمرنا ويسلموننا ما لديهم ونتولى بعد ذلك نحن يعني نقرر ما نقرر بشأنهم. وهذه العملية تستمر، عملية استيلاء على أموال الآخرين وممتلكاتهم باسم أنهم كفرة. وهذه العملية هي يعني المورد الاقتصادي الوحيد لفكرة الإله القديم، وهي نفس الفكرة البدائية، فكرة أنه أنت الآن عندك جماعة توحدت لكي تخرج لتصطاد. هي فكرة البدائية هكذا، لأنه يعني أنت هذا الجماعة، هاي الجماعة تخرج لتصطاد. لا، هذه الجماعة لا تنتج شيئا، ليس هدفها أن تنتج. فكرة الإله ليس هدفها إنتاج شيء والاستفادة منه، أو يعني إنتاج الذاتي لا وجود لهذه الفكرة. لهذا السبب شبه الدين الإسلامي لا يوجد فيه يعني فصل أو قسم خاص بالاقتصاد أو بالإنتاج الاقتصادي أو حتى على مستوى الإنتاج الزراعي. يعني تقريبا الزراعة لا علاقة، الدين يقول لك ما له علاقة، الدين الإسلامي ما له علاقة بهذا الموضوع. لماذا؟ يقول لك حتى الحديث النبوي يؤيد هذا، انه انتم اعلم بشؤون دنياكم، احنا ما لنا علاقه بكم، انت كيف تعيشون ما لنا علاقه. وحتى يقول لك ان الله لا يغير ما بانفسكم الا ما تغيروا، ما يعني ما ذكر ما تحضر الايه. المهم فهو ما له علاقه، هو يريد فقط يسيطر على الجماعه، الجماعه تطلع تغزو تكسب الاموال والغنائم وتوزع الخمس وتوزع ما لله وما للنبي ما للنبي وليس لقيصر، وهكذا. على كل حال، التعليق الثاني من الصديق خليل يقول: كلامك لا يريح بل يخلق تشتيت أكثر للفكر، لا أعرف ما لا تريد أن توصل للناس، الدين بكل عيوبه خير من لا دين. هنا القضية المهمة التي يجب أن أشير لها، وهي أن القول بأن الله فكرة بدائية منقرضة هي كان هدفها حفظ الجماعة وليس تشكيل مجتمع معاصر. هذا المجتمع المعاصر يتطلب وجود إله منفتح، إله يرفع الحدود بين شريعته وشريعة الآخرين، ويخلق نوع من التقبل للآخرين وتقبل، لأن هو نفسه يتغير. يعني يجب أن يكون إله غير ثابت. الإله الثابت أصبحت فكرة غير ناجحة في زمننا هذا، والسبب لأنه أي شيء ثابت الآن، يعني أنت الآن موبايل إذا ثبت الآن، أي شيء، أي فكرة الآن، أي تصور الآن، بعد يمكن بعد شهر أو أسبوع تجد فكرة جديدة تلغيها وتتجدد كليا، والحياة تتعطل تماما. فانت الان انت مثل واحد يعني موبايل قبل 10 سنوات، لا تجد احد الان يستعمل موبايل هذا قبل 10 سنوات. على كل حال، فيقول هذا كلامك لا يريح بل يخلق تشتيت، وانا اجاوبه واقول انت اولا التشتت الفكر ليس امرا سيئا. يعني شنو المشكله؟ خلي ست هناك تشتت للفكر، و يعني وهو هذا المطلوب. لماذا؟ لأنه إحنا الآن لسنا جماعة. كان عدم التشتت، وهو يتحدث عن هذا وكلامه صحيح. لماذا؟ لأنه ضمن بارادايم الجماعة وفكرة الإلهية، الفكرة الإلهية التي تستدعي عدم التفكير وعدم ممارسة الفكر الحر. لماذا؟ لأنه يريد أن يشكل جماعة، فإذا كل فرد من أفراد الجماعة يفكر بطريقة حرة تدمرت الجماعة، وبالتالي هو يعتبر هذا تشتيت الفكر، هو محق في هذا الكلام.
لماذا؟ لأنه ما زال يعيش ضمن القالب الإلهي الثابت الذي لا يقبل الخلاف ولا يقبل الجدل ولا النقاش، ويطالب فقط دائما بالطاعة، وهذا مبدأ أساسي. واحدة من معاني كلمة الدين هي الطاعة بالمناسبة يعني. وهنا سأشير إلى 4 نقاط. أول، هل إحنا عدم التشتت تم تنفيذه؟ هل نحن يعني أن أصبحنا شعوب موحدة وفقا لهذا البارادايم أو هذا القالب الديني الذي يقول أن هنالك إله واحد؟ ثانيا، ما هو الضير من التشتت الذهني؟ ثالثا، كيف جرت ممارسة هذا عدم التشتت الذهني كما يقول الصديق خليل؟ يعني من استغل هذا أو من استثمر هذا عدم الدعوة لعدم التشتت الذهني؟ النقطة الرابعة، ما هو الحل للخروج من ما يدعوها التشتت الذهني؟ الفقرة الأولى يقول بأنه نحن شعوب تدعي أنها موحد، لكنها بحجة أنه هنالك إله واحد وفكر واحد وإسلام واحد ودين واحد، وأيضا المسيح يقول هنالك مسيح واحد ودين واحد، والبوذي يقول كذلك وكذلك. هؤلاء جميعا يقولون أن هناك أشياء ثابتة، وكل ما علينا أنه لا نشتت ذهننا، لا نتعب أنفسنا ونمشي خلف هذا وانتهى الموضوع. ومحقين، قلت لك هي يعني فكرة طفولية، طفولية، وإنسان يطلب الراحة يعني، هو مسألة طبيعية، إنسان يطالب يعني يكون مرتاح وفي في في يعني في حل من كثير من التداخلات. وحتى لا أشرح كثيرا، راح أعرض الفيديو الثاني من نفس الحلقة اللي هو مدة دقيقة حتى تعرفون ماذا أفكر تحديدا. لا يمكن لأي نظام أن يبقى ثابتا، وسبب بديهي، لأنه كل شيء يتغير في هذه الحياة والعالم والأشياء، حتى نحن نتغير داخل أنفسنا. أنا مثلا قبل عام مو نفسي أني، أو حتى قبل يومين مو نفسي أني اللي أتحدث معكم الآن. أكو أشياء تغيرت داخلي فيزيولوجيا، وأكو أشياء بالمحيط تغيرت، أكو يعني اليوم الأسعار اختلفت مثلا، صعد السوق اليوم، أكو أشياء، أكو شيء صار اليوم غير مزاجي كله، أكو اليوم تعلمت شيء جديد. هسه الآن تسمعني الآن، أنا راح أعطيك فكرة جديدة. فأنت يعني كلنا نتعرض لتغير مستمر، عملية دأب مستمر لا ينتهي. فبالتالي هذا التغير أمر إجباري. المشكلة وين؟ بأنه النظام الذي يضعه أي جماعة، أي مجتمع، طبعا احنا ما عندنا مجتمعات، العربية والإسلامية والشعوب القديمة كلها عدا الشعوب. فهو كما قلت، كما رأيتم، أنه لا يمكن أن نفكر بنظام لا يتغير، هذه مسألة مستحيلة وفكرة طفولية بصراحة، لابد أن نعترف بهذه المسألة. وعندما يجي واحد، الأغلبية مشغولين فقط بالدفاع عن هذه الفكرة، لا يفكر بالفكرة نفسها. هنا المصيبة الكبيرة، أنه أقول لك أنت ماذا تريد أن تقول؟ هذا كلامك لا يريح، وفعلا لا يريح، وش المشكلة؟ أنا ما أريد لك أفتح. لأنك ما لا تعتقد الفقرة الأولى اللي قلتها، أنه أنا الشعوب تدعي أنها موحدة وأنها تحت إله واحد، على عين ورأس، فكرة جميلة ومحترمة وأنا أيدها، لكن هل هي ممكنة؟ هل هي واقعية؟ علينا أن نسأل هذه الأسئلة المهمة. هل من يدعونا على هذا الأمر هو إنسان واقعي؟ وبالفقرة الرابعة أقول لك، هل إن من يدعونا على هذا الأمر هو إنسان نزيه؟ هنا موضوع آخر يوضح أن الفكرة الطفولية كيف يجري استغلال واستثمارها لصالح لإيذاء الفكرة الطفولية المزروعة في الرؤوس، والتي وثقت بالآخرين وجعلتهم يقودونهم إلى حيث ما يشاءون، وحيث ما يشاءون هم، وليس ما يشاء هذا الإنسان المحدود القدرات والذي يفرض عليه أن يطيع فقط ولكن دون مقابل، بالعكس يدفع ثمن هذا باهظ. والنتيجة كما قلت بالفقرة الأولى اللي بعدني فيها أنا، قول هي النتيجة، إحنا بدأنا ندعي فقط بأننا شعوب موحدة ونؤمن بإله واحد ودين واحد والدين صحيح، وكل المشكلة أنه نعود إلى هذا الدين الصحيح أو النظام الصحيح. أنا لا أتحدث فقط هذا الدين، ربما بالمستقبل بعد 10 سنوات 20 سنة يجي شخص أو تجي منظومة جديدة وتقول أن هذا النظام هو الصحيح، مثل النظام القومي أو النظام العلماني أو أي نظام كان. يعني مثلا ما له علاقة، أنا لا أتحدث عن دين فقط، أتحدث ما هو موجود والتسميات الموجودة. التسمية الموجودة هذا الدين الإسلام ودين صحيح، وهذا الدين الجعفري، وهذا المذهب الكذا، هاي التسميات أنا أضعها جانب، هاي كلها
أغطية وأقنعة لحجب الحقيقة وحجب السؤال الأساسي أو الحاجة الأساسية للناس أنها تجتمع معا وتجيب هذا عملية الاجتماع وتفكر في هذا الأمر بطريقة سليمة كما فعلت بقية الشعوب بعد معاناة شديدة وخاصة الشعوب الأوروبية الغربية التي عبرت بحار من الدم والحروب والمذابح فيما بينها، وما زالت هنالك إشكالات فيما بينهم لكنهم تقدموا بعيدا في هذا الشوط. فبالنتيجة احنا ما إيماننا بوجود فكرة طفولية اسمها الله وهي فكرة بدائية، وهي الفكرة البدائية ليست عبارة سيئة انه دائما الله يقول لك هو البدء والمعاد هو كل شيء، هذه الفكرة وهو كل شيء هي فكرة كل شيء، انه هو القادر والحازم والجبار والمهيمن والمنتقم والبالغ القوة والقدرة والقادر، هذه كلها مواصفات كارثية بصراحة، هي جميلة جدا ولطيفة وتناغي حاجات الإنسان الداخلية العميقة، لكن على الإنسان أن يعرف بأن هذه الأفكار جميلة و يعني تنهض بالإنسان وتحاول أن تضع أمامه مهمة كبيرة أكبر من حجمه بما يحفزه على الارتقاء إليها، لكن هذا لازم يعني نتيجة صاحب وضحها بالفقرة التالية والثالثة كيف وصلنا إلى نتيجة النتائج السيئة. وهذه الفقرة النتيجة اللي وصلنا لها بأن ندعي الوحدة وندعي أنه إلهنا واحد وقانوننا واحد وشريعتنا واحدة وقلبنا واحد، لكن بالنتيجة كانت النتيجة تشتت ذهني وتشتت اجتماعي وتشتت عائلي وتشتت روحي وتشتت علمي وتشتت حتى جسدي، حتى جسدنا احنا نستنكره ولا نتعامل معه بطريقة صحيحة ولا نسمح للآخرين من أقاربنا ومعارفنا وناسنا أن يتعاملون مع جسدهم بطريقة غير مشتتة، لاحظ غير مشتتة، غير طريقة متصلة، إنسان هو جسد وذهن ووعي وعلى هذه الأشياء أن تنسجم معا، لا أن نضع الحواجز فيما بينها، مثلا المرأة تضع حاجز بينها وبين جسدها، بين جسدها والآخرين، حدود، لاحظوا الحدود، حدود الله، هي كلها حدود الله، هاي الحدود دائما تضع حدود، حدود بينك وبين الآخر، هذا تصنفه، لازم تصنف الآخر، هل هو متدين جيد أو غير جيد، تضع حد بينك وبينه، فهذه الحدود هي الكارثة العظمى، نعيشها المجتمعات، تعيش داخل الحدود، حدود ذهنية وحدود معرفية وحدود سكنية وحتى حدود داخل البيت نفسه بينك وبين زوجتك، هنالك حدود بينك وبين زوجتك، تفعل كذا ولا تفعل كذا، أنت يجب أن تفعل كذا ولا تفعل كذا، البنت يجب أن تفعل كذا ولا كذا، هنالك حدود وضغوط مهيمنة على الجميع، وكأننا شعوب تعيش داخل الأقفاص وزنزانات غير مرئية على الجميع التقيد بها، وإلا اعتبروا من الذين تمردوا ولم ينصعوا إلى إرادة الله ولم يطبقوا حدود الله التي يجب أن لا تقربوها حسب الآية الكريمة، وهي آية عظيمة و يعني من في غاية الروعة، لكن في زمنها الآن لا تنفع وليس لا تنفع، لا يمكن تطبيقها، ومختصين بالقانونيين يعني الذين لديهم روح حقيقية يمكن أن يحققوا قولي ويصدقوه أو يرى يعني يحللون هذا القول وهذه الآية هل هي ممكن التطبيق الآن أو لا، وهم خبراء في هذا المجال. التشتت الذهني هذا الذي جعل شعوبنا غير موحدة مشتتة، أصبحت حتى المدن عبارة عن قطاعيات، انتماءات قبلية وانتماءات قطيعية وانتماءات مذهبية، هذا المذهب كذا وذا كذا وهذا يكفر ذاك، وهذا فكرة التوحيد أدت إلى فكرة تشتيت كامل، لأنها انطلقت من فكرة علوية صدرت من ذهن يعني مصلح أو نبي، وتلقفها أئمة وشيوخ
رجال دين وكهنة وحاولوا فرضها على الجميع، لأنها فكرة سهلة بصراحة. لماذا هي؟ ليش هي فكرة بدائية؟ لأنها فكرة سهلة وتطبيقها، محاولة تطبيقها أسهل. يعني كان بدلا ما أني أحاول أن أجمع بين عشرات الآراء وعشرات الأفكار وعشرات المزاجات، أنا أتي بفكرة واحدة، قال لك أنت الكل تسمعون كلامي وانتهى الموضوع. فهي فكرة سهلة يعني، فكرة عظيمة وجبارة وفكرة كذا، هي مجرد إطناب وفذلك كلامية لا قيمة لها بالحقيقة. من أبسط ما يكون، أنا مرات أستغرب، أنا متدين، أنا أعبد الله وكل، هي أبسط شيء يعني. يعني لا يمكن، وحتى ممارسة العنف، يعني عندما وعد أنا أحاول أناقش موضوع الدين وموضوع الإله أو موضوع الجماعة البشرية عموما، تجد من يعني يتصدى لك ويقول أنت كافر وأنت كافر، وكأنما أتى شيئا إمرأة يعني، أو أنه اشترح يعني اكتشف النظرية النسبية. هي أبسط ردة فعل، حتى ردة فعل بسيطة يعني. وهذا كله النتيجة النهاية يصير شنو؟ عدم فهم لما يجي، ما عدم فهم ما معنى الوحدة، هو سبب التشتت. لماذا؟ يعني لماذا نحن منشطرون ونزداد انشطارا وتشطرا؟ يعني الآن احنا أصبحنا مو مذهب المذاهب، إنما مذاهب تتفرع من 20 مذهب، يعني تفرق مذاهب وتشتت وانقسامات ما بعدها انقسامات. وصلنا إلى حد، عندنا بالعراق وصلنا إلى حد أنه كل منطقة أصبحت يحكمها الشيخ ولديه مذهبه الخاص، وحتى في لبنان، في أماكن لبنان لا مسيطرين عليه شوية، لكن مجرد أن ترتخي السلطة الاستبدادية يعني، فرأسا تتفتت الناس وتتشظى وكل واحد عنده رأي. تخيلوا هاي الفكرة اللي تدعي الوحدة كيف اضطرت بالنهاية إلى أن تفرض الوحدة الإجبارية على الجميع، تحولت إلى فكرة استبدادية. بدلا من أن تنبع من حاجات الناس وتنهض بهم، أصبحت مادة ضاغطة عليهم وتحصرهم أينما ذهبوا، وبدأوا يتملقونها لأنهم ليس لهم وسيلة أخرى. واحدة من التعليقات يعني، كثير أغلب التعليقات هي تعليقات يعني تحاول أن تقول بأنه يعني ليش هاي المشاكل، إحنا يحاولون أن يعيشون بطريقة سليمة لأنهم مضغوط عليهم، مساكين الناس. هذا أدى هي إلى فكرة الوحدة بعد ذلك، يعني عندما صارت فكرة استبدادية. ما معنى الوحدة؟ ما معنى وحدة الإيمان؟ ما معنى؟ ما معنى أن أنا مؤمن بهذا الإله؟ أنت أصبحت مؤمنا رغم أنفك، بالتالي هذا ليس إيمانا. الإيمان المفروض ينتج من الذات، من روح الإنسان. أما أن تكذب على نفسك وتقول له هو هذا الإيمان، هو هذا الذي أنا يجب أن أنقاد له، ويجب أن أستسلم للإيمان العام رغم سيئاته كما يقول التعليق، ويقول بأنه لا أعرف إلى أين تريد أن تصل، وأن هذا الدين بكل عيوبه هو أفضل من لا دين. أنا لم أقول لا، لم أقول أنه لم أدعو إلى لا دين، أنا بالعكس أقول الدين مسألة أساسية في حياة أي إنسان، وليس إنسان، مسألة أساسية في وجود أي مجتمع، بل إن الجماعة لا توجد بدون وجود دين، يعني الدين هو اللحمة التي تربط أواصر الجميع وعلاقاتهم، وتدين هذه العلاقات وتحفظها، لكن أي دين؟ لا مشكلة. الدين الذي جرت مصادرته، أو الإله الذي جرت مصادرته بل وتقزيمه وتحويله إلى مجرد إله شرير يفرض أوامره ولا يعطي، يأخذ حقوق ولا يعطي حقوق لأحد، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني أو حقوق الله أيضا من نفس المعنى. لا وجود لحقوق الإنسان، الإنسان ليست لديه حقوق لأنه عبد، يعني هو قال لك هو عبد، فأنت كيف تطلب من العبد أن تتحدث عن حقوقه؟ العبد لا حقوق له، يعني هي هاي مسألة منطقية. فلا يقولها رجال الدين، رجال يعني المنابر هؤلاء لا، والناس تاخذ علمهم من رجال المنابر، هم كلهم كذابين ودجالين، هو مجرد ابواق دعائية للدين الذي يعني الذي يتحكم بأمره، يعني قادة القوم كما يقول. فبالتالي ما هو الإيمان بالله؟ الإيمان أصبح لا معنى له، وأنا عندي حلقة عن الإيمان، حلقة مطولة عن الإيمان في الدين وتعريفه.
تحليل عميق لهذه المسألة الإيمان، وأدعو لمشاهدتها رغم أنه فيها الصوت كان سيء فلم تشاهد بشكل جيد. ما هو الله أيضا؟ يعني ما هو هذا الله؟ يعني هو عندما أنا أحاول أن أكتشف ما هو هذا الإله الذي يعبده الجميع، يجب أن تعرفوا ما تعبد، ماذا تعبدون. لا أحد يعرف، يعني هاي مصيبة، أنت لا تعرف ماذا تعبد، أنت هذا إله ولا يحق لك أن تسأل ماذا تعبد، معناته هاي طاعة كلية. ويقول لك لا أنا من حقي الطبيعي أن أؤمن أن أؤمن بالدين وأن أكون مؤمنا، وأنت ما تعرف بماذا تؤمن، يعني هذا لا، هذا مسألة خارج الحق. أنت عندما تكون لديك هذا الحق تقول أنا أؤمن بهذا الدين وبهذا الإله، لكن أنت أصلا ليس لديك حق أن تعرف ما هو هذا الدين وما هو هذا الإله، عليك أن تتلقى فقط معارفك الدينية والإلهية من أهل يعني الحل والعقد كما يقال، يسمون أنفسهم أهل العلم، يعني هم بالحقيقة أهل الصوت، أهل الصوت والعنت والقهر والاستبداد والاستغلال. الفقرة الثانية يقول ما ضير من التشتت الذهني، يقول أنت كلامك يخلق تشتت ذهني، بالعكس هو الناس التي تطورت، يعني خلينا نفترض أن هذا التشتت الذهني سيؤدي إلى التهلكة. نجي نفحص هذا الكلام، التشتت الذهني موجود الآن في دول الغرب، عالم الغرب، لا يوجد تشتت في العالم في التاريخ كله أكثر من التشتت الذهني الموجود لدى الشعوب الغربية، بل أنها نجحت وتطورت بفضل وجود هذا التشتت الذهني. الآن تجد الحركات الفكرية والثقافية وحتى الفنية لا تحصى، بل أن كل إنسان غربي، أنا عايش هنا صار سنوات، كل إنسان غربي عبارة عن كتلة تشتت، ولا يشبه الإنسان الآخر، ولا تستطيع أن تطلق حكما على المجتمع الغربي، كل واحد هو عبارة عن بنية يونيك، شخصية مختلفة، يعني هو صنع نفسه بنفسه، بل أنه هو المجتمع الغربي يصنع الإنسان بهذه الطريقة. ونقطة قوة الأساسية هو هذا التشتت، التشتت القوة وانتشارها وتنوعها الهائل واستعدادها للتغير والمراجعة والنقد المستمر، ولا يقولون هذا التشتت، بالعكس يقولون هذا عامل قوة، هذا ليس تشتت. لكن لماذا يقول هذا تشتيت للفكر؟ لأنه هو ضمن القالب الذهني الذي يرفض أي تشتت الفكر، لأنه مخصص لتشكيل جماعة وليس مجتمع، هذه الفكرة الأساسية الذي أقول، لأنه أنت لا تعرف ما هي الغاية من هذا الإيمان بالإله، ولا تعرف ما هي الغاية من وجود جماعة المؤمنين أو جماعة المصلين تحت راية إله وإمام وشيخ واحد ودين واحد، لا ومذهب واحد، فأنت ما تعرف الهدف. الهدف أنه تلغي التشتت الذهني والتشتت الفكري والتشتت الروحي والتشتت التلغيه، وهذا هي مهمة مستحيلة كما أثبت في الفقرة الأولى، وأدت إلى التشتت على جميع المستويات، التشرذم والانقسام الجغرافي وحتى النفسي. فهذا الهدف، لأن هو الهدف مستحيل، فماذا يؤدي؟ يؤدي إلى تشتت على جميع المستويات. وماذا يضطر قادة القوم أو قادة هذا الدين أو المشرفين على الترويج له؟ مضطرون إلى ربط الجميع بالقوة ومنعهم من النقاش والتفكير وفعل أي شيء، والناس تضطر بعد ذلك إلى الخضوع، والخضوع لا يعني ليس أمرا مشرفا أصلح لأحد، أن تكون خاضعا لرأي رجل الدين ولا تناقش ولا تجادل ولا تفكر ولا ويكذب عليك وتقول صح 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 وأنا أؤمن بما تقول وهذا الإمام هذا أفضل من ذاك، وما يعني أصبحت مسألة معيبة على رجل الدين والدين نفسه وإلى هذا الدين، ومعيبة على المؤمن نفسه وعلى كل إنسان يحترم نفسه. وعموما أن فكرة عدم التشتت فكرة سهلة، يعني يقول لك أنه أنا أوكي أنا ما أشتت ذهني، يعني راح نقول لبها براس عالم وطلع منها سالم، لا بالعكس ما راح تطلع منها سالم، ولا يوجد عالم أصلا
لم يعد هنالك عالم الآن، حتى عالم دين، هو عالم دين بالزمن القديم، عالم دين لتشكيل جماعة للإيمان بإله واحد، وإله واحد يخلق جماعة موحدة. الآن لا يوجد جماعة موحدة، لا يمكن، لا يمكن أن توجد جماعة. أنت سوي جماعة موحدة وافتراضت موجودة، أنت لا يمكن أن تخلق عائلة موحدة الآن، عائلة أسرة بسيطة لا تستطيع أن تخلق أسرة موحدة إلا بالعنف، وهذا العنف إلى حدوده. يعني هم يجي الآن الحداثة تدخل في كل تفاصيل الإنسان الآن المتدين خاصة، فلا بد أن تتكسر الموانئ أو الدفاعات التي يخلقها رجال الدين أو المتدين لنفسه. لا بد بالنهاية أن يرفع حدود الله التي يعتقد بأنها الحدود النهائية التي لا يمكن أن يراجعها مطلقا، لا بد أن يراجعها، لا مفر. وطبعا هذا راح ينبهنا لمسألة أخرى، هذا هو اللي راح يفسر لنا لماذا شعوبنا كسولة، لأنه رجل الدين والرجال السلطة معهم متحالفون معهم يدعون إلى شعوب كسولة، شعوب لا تعمل بشكل صحيح، توفر أشياء بطريقة اعتباطية، شعوب ريعية لا تنتج شيئا، تنتج كلاما كثيرا وادعاءات كبيرة، ادعاءات بالوحدة والإسلام الصحيح والدين الصحيح، لكنها لا علاقة لها بالأرض، لا تكتشف الأرض، لا تصنع الآلهة الحقيقية التي تستطيع الإيمان بها وتستطيع أن تؤسس على أساسها مستقبلها وواقعها وإنسانيتها. يعني الإنسان الذي الكسول ما قيمته، الكسول الذي يعتمد على الآخرين هو إنسان تابع، يعني ما زال طفلا قاصرا لم يبلغ مرحلة النضج، وهذه هي الطريقة التي يربي بها رجال الدين الناس. احنا عندما اطفال تكون قاصر وتتبع ما يقوله لك ابيك وامك من لكي تتعلم منه، لكن عندما تكبر وتنضج تجد رجل الدين يعلمك كيف تكون مطيعا طائعا، لا تناقش، لا تجادل، لا تفكر، لا تصنع شخصيتك، انما تصنع المؤمن داخلك، المؤمن بمواصفات رجل الدين، اي انك تنكر ذاتك، تنكر شخصيتك وتمسخها بل وتحاربها، وتقول لا، اللي يقول لك النفس أمارة بالسوء، بالعكس هو نفسه الأمارة بالسوء، لأنه يريد يدخل نفسه، يرفع نفسك ويدخل نفسه التي أمارة بالسوء، لأنه والسوء الجيد بالنسبة له. ممارسة الشر كما قلت بالقسم الأول من المحاضرة، ممارسة الشر هي صفة من صفات الإله، لأنه الشر هو الخير بالنسبة للجماعة، لكن هو الشر بالنسبة للآخرين لأنهم يستحقون هذا الشر. فهو وجه يعني مرآة ذات وجهين أو عملة بوجهين. بعدما هو يمارس الشر يرفع هذا الشر الذي خاص به، يقول لك أنت هذا أنا أدخل داخلك الخير، عند النفس أمارة بالسوء، وهي هذه النفس هي سبب الشر، لأنه فعلا النفس أمارة بالسوء لأنها تدمر الجماعة، وليس هو ليس مختار، لأنه مشروع هو تشكيل جماعة. الآن الجماعة مستحيل وجود، مستحيل تكوينها، مستحيل تشكيل، في زمنها أيضا كان مستحيل، في زمنها يعني قبل 1500 سنة كان مستحيل، لكن يعني قبل 5000 سنة ممكن. لا صحيح، الجماعة كان تشكيلها مهم وأساسي ولا لا نقاش فيه، لكن باقين على الفكرة القديمة. مثل أكو مثال شهير على من نفس المثال، الموز جابوا 5 قردة دخلوهم في قفص ووضعوا موزة، فأي واحد يحاول يقرب الموزة تجي رشة ماء قوية جدا بحيث تطيح به أرضا، فهذا السلم لا أحد. بعد ذلك تعلمت هذه القردة أن أي محاولة لوصول إلى عث أو الموزة في السقف وعبر الدرج هذه مرفوضة، فبعد ذلك بدلوا واحد من الخمسة وجابوا واحد ما لم يشهد الحادثة، فمجرد المسكين شاف الموزة ركض عليها، لكن من يعني جت رشة ماء ورجع، وهكذا تعلموا، فبدأوا يبدلون إلى أن بدلوا 4 من 5 لم يشاهدوا الحادثة، وامتنع الجميع من الذهاب إلى الموزة. بعد ذلك بدلوا 5 كلهم، يعني
دول الخمسة نفسهم اللي ما شايفين الحادثة الأصلية، صاروا الخمسة ما شايفين الحادثة الأصلية، ومع هذا استمروا في عدم لمس الموت. فهي نفس الفكرة الآن، نفس فكرة رجل الدين، هذا ما يفعله بالنفس وما يفعله بنفسه أيضا، لأنه ما زال يفكر بأن الله يخلق جماعة أو يكون حاكما لجماعة، وأن هنالك دين صحيح، وأن هنالك إله واحد وقانون وشريعة واحدة يجب أن تنطبق على الجميع. هي نفس الفكرة باقية في ذهن الجميع وراسخة في أعماق الناس، لكنها فكرة انقضت وذهب زمانها، وذهب السبب يعني، وربما كان سبب بسيط جدا يعني، انزرعت في ذهن الناس كما انزرعت فكرة عدم لمس الموس عند القرد. فهذا المثال يعني يعطينا إشارة عميقة لحقيقة ما نحن فيه. الجزء الثالث يتحدث عن لردي على هذا التعليق، هو انه عدم فكره عدم التشتت ووجود دين صحيح واله واحد، هذه ادت الى وجود يعني حشود من رجال الدين الذين يستغلون ويستثمرون الموضوع، ومنتشرين في كل مكان في بين شعوبنا وقرانا وشوارعنا وحتى باماكن العمل في اماكن الدراسه في كل مكان. هؤلاء استغلوا هذه الفكره الطفولية داخل الإنسان واستثمروها أبشع استثمار. هو بدأوا يحرضونك على التوكل، توكل على الله يعني توكل عليه، توكل على ما يقوله هو، وتستغفر لأخطائك. لاحظ، تستغفر لأنه أنت لماذا تستغفر؟ لماذا تدعي؟ لأنك مطالب بأشياء تفوق الوصف، تفوق قدراتك، ولك أنت نفسك أمارة بالسوء. وبالفعل هو أنت إنسان عندك نفس، عندك شخصية خاصة، فبالطبيعي عندك حاجاتك، لكنك هاي مش كويسة، لأنه هو يريد شكل جماعة لهذا الأساس. فهو هاي جماعة هي وهمية، الجماعة المتخيلة كما يسمونها، فبالتالي يؤدي إلى دمار كامل. يعني شعوبنا الآن مدمرة كامل نفسيا وتاريخيا، ويعني الشعوب لا تعاصر الواقع، تعيش بشكل وتأكل وتمارس الحياة بشكل، وتفكر وتقيم العلاقات فيما بينها بشكل مختلف، العلاقة بالشعوب البدائية. أخيرا الفقرة الرابعة، جوابي على هذا فكرة التشتت، ما هو الحل؟ الحل هو برفض كل من يدعونا إلى التخلي عن عقولنا، هاي ببساطة، وأن نرفض أن من يقدم لنا الخدمات التي تتعلق بالعقل وبالفكر وبالفهم. نقبل كل خدمات تقدم لنا عدا الخدمات التي تتولى عملية إرشادنا وخلق أو صناعة عقل، نستعير عقول رجال الدين بدلا من عقلنا الخاص. كل شيء مقبول، خدمات ممكن واحد يطبخ لي، ممكن واحد يقدم يبني لي بيت، ممكن أن يساعدني في عمل، ممكن أنه يعلمني مهنة أو يعلمني حرفة معينة، لكن لا يسمح له أن يدخل في قضايا العقل. العقل خاص بكل إنسان، وعلى هذا المسألة أن تكون محرمة على كل شخص، على الجميع، على أي دولة، على أي مؤسسة، على أي إنسان، أن يعرف أن لا حق له في أن أو يعني يمسخ عقول الآخرين أو يتدخل فيها بطريقة استغلالية. هذا أعتبرها جريمة من أكبر جرائم التي تحدث حاليا، هي جريمة أنه تدمير عقول الآخرين وتشويهها واستغلالها، وبعد ذلك استقطابها لصالح جماعات وجماعات مهيمنة وتخلق وهم وأفكار لا علاقة لها بالواقع ولا بالعصر ولا بحاجات الإنسان المعاصر، سواء على يعني سواء كان على وبحاجات المجتمعات المعاصرة، والتي هي مجتمعات بالقوة وليس بالفعل. احنا ما زلنا جماعات، فلا احنا باقين جماعات، لا احنا قادرين نبقى جماعات على طريقة الإلهية القديمة، ولا احنا قادرين ان نشكل مجتمعات. لماذا؟ لان لدينا هاي الفكرة البدائية،
فكرة وجود إله واحد ودين واحد وشريعة واحدة. فالثلاثة لا تقدر تطلع من جماعتك. فالصراعات تصير دائما، احنا نتقدم في التشتت. يعني التقدم مالتنا يحدث في التشتت وليس في التلاقح مع الآخرين والتفاعل. يعني التفسخ، يعني شو نسميها، يعني نتفسخ تقدما، يعني نتقدم في التفسخ. لماذا؟ لأننا ما زلنا لدينا هاي الفكرة السحرية العجيبة بأن هناك إله واحد وقانون واحد يجمعنا جميعا. فكرة طفولية لا يمكن أن، يعني أي عقل بسيط، مجرد تحليل بسيط، لا يمكن أن يوجد هذا الشيء. ففي الحل النهائي، وأختم بكلامي، علينا أن نرفض كل ما يدعونا إلى التخلي عن عقولنا، وأن نسمع ما يقوله كائن أتى أو يعيش على فكرة عمرها الآلاف السنين التي مضت ولم تعد صالحة لأي شيء. مع السلامة.